كيفاش تحقق الهدف ديالك في 2020؟ كيفاش توصل ديك النقطة ديال 16.70 ولا 17 ولا 18 ولا قل منا كيما بغيتي وتدخل ليكول اللي بغيتي في جوان 2020؟ وكيفاش سورتو كيديروا ليها تلامد اخرين؟ كيفاش يديروا لها مولين 17 مولين 18؟ الوغ كاين فرق كبير بين هاد العقليه ديال هاد التلامد مولين 17 و 18 والناس اللي كيحلموا ب 16 و 17. الفرق بيناتهم غادي نقولوا لك هو ان مول 16 و 17 و 18 عنده خطه استراتيجيه كيخدم عليها كل نهار، خطه واضحه 1 2 3 4 ABCD كيخدم عليها كل نهار. التلاميذ الاخرين غاديين هكاك داسين غاديين في الطريق ديالهم، كيسمعوا فيديوهات ديال الموتيفاسيون، كيسمعوا متبعين استاذ ديال السوايع خدامين اكسيتيرا، وغاديين بحال هكاك كتقول لي شحال بغيتي تجيب، كتقول لك استاذ ما كرهتش نجيب 16 كذا و50، انا بغيت لا مونسيون تري بيان على قبل بغيت ندخل لانسا. لكن دائما انا فاش كنهضر مع شي واحد في التليفون كنسول على القاعده، نقول اشني الخطه ديالك باش تجيب هاد 16.52؟ اشني الخطه ديالك؟ الوغ الاجوبه اللي كتجيني استاذ عرفتي درت انه غادي كنتسنى دابا تبقى مثلا واحد 3 شهور الوطني وغادي ندير واحد السوايع اضافيه، واحد الاستاذ الواعر عندنا في المدينه وقالوا لي غادي نخدم معاه وغادي نخدم معاه وغادي نشد الماط اللي عندي فيه الضعف ولا هذا، او لا استاذ انا درت مع الوالده غادي يجيبوا لنا واحد الاستاذ للدار باش يخدم معايا، او لا استاذ انا قلت غادي نزير راسي هذا العام هذا غادي نخدم اكثر من العام اللي فات ولا اكثر من العام مثلا فاش عاود الباك اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه ماشي خطه، هذه راه بحال اللي كتقول خطوح، يعني كتقول باش نوصل لهذاك الهدف ديالي في راس الجبل غادي ناخذ هليكوبتر، وانت عارف تي راسك ان ديك الهليكوبتر ما عندكش فلوسها، فهمتيني؟ ما عندكش باش دير ديك الهليكوبتر، ما عندكش اولا ما كتملكش واحد الهليكوبتر، وديك الهليكوبتر دونك في الشك داك السيد اللي كيسوقها الي با سور، ما عارفش داك راس الجبل كيتوصلوا ليه الناس، ما عمرو اختبر دوك الطيارات ديال الهواء اللي كاينين في راس الجبل. الو دونك هاد الخطه رد البال واحد القضيه انه عندنا مثلا في الدين ان مثلا الا جيتي تشوف لي زيستوار ديالنا في الاول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاش مشى للهجره راه كان تيهاجر من مكه للمدينه راه دار واحد الخطه ما تخرش الميه اللي تيقولوا المصريين، فهمتيني؟ دونك مشى تيقلب على الناس اللي غادي يديو الكيد، ما قالش لا انا راه معايا صدر ربي، انا رسول، انا معايا صدر ربي غادي يوريني، اصيفط لي واحد النجمه غنبقى تابعها وغادي نبقى غادي في الطريق في الصحراء حتى نوصل. سيماجين الرسول هذا بوعدو مشى تقلب على قيد قال لي واحد القيد مزيان تعرف الطريق تعرف البلايص الماء تعرف هذا الدامع، دونك قال لي هذا مشى دبر على الجمال باش غادي يمشي جمع الماكله ديالو، جاب صاحبه خاصو يكون معاه شي رفيق اللي يكون معاونه في الطريق داكور، دونك ودار الناس اللي غطاو عليه باش الا خرج من مكه ما يشوفوش الناس، وخرج في الليل وعرفتي واحد الخطوات، ومن بعد صيفط بنت سيدنا ابو بكر باش تغطي الخطوات ديالو باش ما يبانش. دونك فاش كتجي تشوف تتامل مثلا في هذه القضيه ديال كيفاش دار النبي باش مشى للهجره راه كتبقى يا حل فمك كتقول والله الا خطه محكمه عرفتي ABCD بالقوس ستيلو وهادي هادي 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 هادي. بينما كما قلت لك ناس اخرين تلامذ اخرين دابا ما باغينش بهذه القضيه، تلامذ اللي كيف كيتخيل ان مثلا ديك 16 و 17 كتصدق ليه، كتجي كتكون كتخدم شويه واحد النهار كتفيق وتيجوك النتائج كتلقى فيهم 16 كذا و 70 ولا راه نقول لك واحد القضيه، رد البال سول الوالده واش شي نهارات مثلا عرفتي شي نهارات دخلتوا كلكم من الخدمه، دخلت الوالده والوالد من الخدمه، دخلتوا نتوما من القرايه فهمتي، وجيتوا ريحتوا فوق الطبله شويه سوبيتمون سودانمون فجاه لقيتوا الغداء فوق الطبله والخبز كاين والمرضى كاينه وكل شيء واجد والطباصله واجدين فوق الطبله وكل شيء، وبديتو كتاكلوا.
واش عمرها دي وقعت لك مفاجأة؟ ما عمرها وقعت، ما عمرها غادي توقع. سول الوالدة واش عمرها وقعت لها؟ جامي. لا، الوالدة خصها تخطط من الصباح، شنو غادي نديرو غدا، جيب هادي، جيب الماكلة، جيب هادي، خصنا اللحم، خصنا هادي، خصنا هادي، خصنا واش الكمون كاين ما كاينش، الملحة، وهاد العباد باش نديرو الطاجين، باش نديرو هادا، خص شكون اللي غايجيب الخبز؟ انت الحاج غادي، انت غادي تجيب الخبز معاك، انت الدراري غادي نصيفطو باش يجيب الخبز والحليب اكسيتيرا. دونك كنديرو واحد الخطة متقونة. علاش كيخصنا خطه باش نوصلوا ل 16 و 17؟ هذا كيسون تقدر تطرح في دماغك دابا، تقول لك علاش؟ هي شي حاجه باينه، زعما غادي تراجعي الماط مثلا نجيبوا فيه، مثلا الماط نجيبوا فيه 18 والفيزيك نجيبوا فيه 18 والصلاه والمواد الاخرين حتى وصلت النبي غادي يجيني الوطني ندوز مزيان وغادي ننجح فيه، ما تجي غادي نجيب 16 و 17 بحال التلاميذ الاخرين. لا 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 لا, لا. لان في هذا الطريق بينك انت دابا فين كاين انت دابا حتى الجوان ان شاء الله في 2020 ولا من بعد، الا كتشوف الفيديو من بعد، كاينين خطوه، عدد من الخطوات، وفي دوك الخطوات غادي تلقى صعوبات. في كل خطوه غادي ديرها كتلقى صعوبه، غادي تلقى من دابا بالنسبه مثلا التلامذ ديال الباكليبر من دابا الجوان غادي تلقى واحد ثلاثه المرات غادي توقع مثلا في بلوكاج، كتكون خدام الريتم غادي مزيان، كتراجع مزيان في الماط والفيزيك، لكن كتلقى واحد البلوكاج. الوغ فاش كتلقى داك البلوكاج هادي صعوبه، وحنا عارفينها كتوقع للجميع التلامذ في الباكليبر. دونك السؤال هو اشنو درتي في الخطه ديالك باش منين يوقع هذا تخرج من هاد الغيا، ما تبقاش مبلوكي سيمانه شهر انت مبلوكي، ما يمكنش، الوقت محسوب عندنا. داكور. دونك مثلا بالنسبه للتلاميذ اللي في الليسي هو تيقرا دابا، كتقرا دابا، ولكن يمكن دابا وصلتي دابا تقريبا نص العام وكتحس راسك باقي تالف، واخا كتجيب مثلا 14 في الامتحانات وهذا باقي تالف، كتحس انت براسك في الداخل انه داك الماط والفيزيك ما شادهمش مزيان، دوك المواد الاساسيه اللي عندك المعاملات ديالهم في المواد العلميه كبار ما شادهمش مزيان، انت عرفتيها. لان وهذا هو لو دوغري ديال باش كنعبروا واش الخطه غادي مزيان ولا لا، انك كتوصل وكتحس براسك راه ما غاديش في الخطه، الا كنتي بخير كتحس براسك غادي طوب مزيان وغادي النقاط ديالك ما تنزلوش على 19 وغادي نقول لك اياه راك غادي في واحد عندك شي خطه تما وغادي مزيان، لكن انت كتحس براسك لداخل واخا يكونوا النقاط ديال الفروض في واحد النقاط يقدروا يكونوا النقاط طايحه عندك، مثلا كتجيب 9 ولا 7، يمكن عندك الاستاذ كيحط مثلا الفروض صعاب كتجيب 9 ولا 7، ولكن في نفس الوقت كتحس براسك انك الدرس مثلا الحسابيات في الماط شد مزيان مطرق فيه، الدرس ديال البنيه الجبريه شد مزيان، الدروس ديال الفيزيك مزيان، يعني كتخدم التمارين كتجيبهم مزيان. الوغ هنا اشنو غادي نتيقوا؟ ما غنتيقوش النقطه ديال الاستاذ، انا يمكن احط امتحان صعيب يمكن يكون في شي شكل، لكن غادي نتيق داك الشعور الداخلي ديالي اللي تيقول لي فين وصلت في الخطه ديالي. داكور. دونك هاد الخطه لا بد تكون عندك واحد الخطه استراتيجي باش توصل ديك 16 17. انا كنقول لك 99% ديال التلاميذ اللي ما عندهمش خطه ما عمرهم غادي يوصلوا 16 ولا 17، ما عمرهم. كاين 1% ديال التلاميذ اللي ما عندهمش خطه، ولكن لان عندهم كيكون عندهم سبحان الله واحد البروغراماسيون ناتوريل، ان ديك الخطه داخله في السوبكونسيون ديالو وغادي عليها من صغره، وكيلقى الوالدين اللي تيقيديو فيها وتيلقى لي زوبورتونيتي وتيمشي مع ولا تيتلاقى مع اساتذه مزيانين دونك تيعاونو فهادي، دونك ما تيحسش انه هو تيدير الخطه. راه هادو 1% اللي تيوقع عليه هاد القضيه هادي 1%، لكن جميع الاخرين ديك 99% لا، كيكونوا دايرين واحد الخطه و في اطار ديال هاد الخطه، يعني غادي خطوه خطوه من بعد خطوه ا بي سي دي كيوصل مثلا بي كيلقى مشاكل تما في بي مثلا في تنظيم الوقت. السؤال واش هاد الخطه ديالك كتاخذ بعين الاعتبار مشاكل ديال تنظيم الوقت؟ غادي الخطوه دي في ديك الخطوه دي عندك مشكله تما ديال لا كونسونطراسيون، واش عندك طرق عندك خطوات باش تتعامل مع مشكله ديال لا كونسونطراسيون؟
كاينين تلامد عندهم بلوكاج من عندهم واحد لافوبي من الامتحانات عند وهما عارفينها يعني يعني كيحس بها هو في القسم اللي يمشي للامتحان تيمشي تيترعد وتيعرق وتينشف. وكان عندنا حنا واحد لوكا سبحان الله عرفتي بحال هذا في الكلاس بريبا فاش كنت في المحمديه كان عنده واحد الدري عرفتي مخير لكن عرفتي عنده واحد لافوبي من الامتحانات كان مسكين عرفتي نهار الامتحانات كتلقى السيد مزنق عرفتي مع 7:30 الصباح في الريفيكتوار باقي كاع ما دخلنا للمدرسه وكتلقاه مسكين مزنق وحمر وما تيهضر مع حتى شي حد تيمشي تيدخل بالسكوات للقسم تيريح تيشد الامتحان عرفتي تيبدا تيعرق تيعرق تيخدم وتيجاوب وتيبقى بحال هكا بحال هكا تيعرق عرفتي حتى كيسالي الامتحان ترد الورقه عاد كيعطيها عاد كيقول لك يا ربي السلام الله يجيب شي نقطه مزيان كان بحالك وبحال الى ريفي با اجيري سيد عنده ان ستريس انورم في الامتحان في نظرك شحال هذاك ستريس كينزل ليه النقطه ديالو. للاسف بالنسبه لهذا التلميذ هذا كان واعر طياره ولكن ما عمرو كلاس بين 10 الاولين ما عمرو كلاس بين 15 الاولين في لا كلاس ديما تي كلاسين بين دوك الاخرين لان ستريس ديالو تياكل ليه ستريس ديالو تياكل ليه النقطه ديالو كيطيحها كيهلكها. دونك هنا بغيت فريمون نبارطاجي معاك هاد كلكو زيد على هاد ان الواحد يدير خطه استراتيجيه ان الواحد يصايب الخطه ديالو لانه حتى انا دابا خدام هاد الايام هاد جيت نصايب الخطه الاستراتيجيه ديال باك ليبر بوان ايما بالنسبه ل 2020 دونك مريح على لي زوبجيكتيف وكيفاش غادي نوصلوا ليهم والمشاكل اللي غادي نلقاو وكيفاش غادي نحلوهم وكيفاش غادي ايتاب باغ ايتاب حتى نعاونوا ان شاء الله اكبر عدد ممكن من التلامذه في باب الباك ولا في منين نبدا ان شاء الله. دونك حوايج زوينين ان شاء الله غادي يتزادوا ان شاء الله في لو سيت وبالنسبه للتلاميذ اللي معنا في لا فورماسيون منين نبدا. دونك فريمون بغيت تشوف هذا تسال على هذه القضيه طرح هذا السؤال واش عندي خطه باش نوصل ل 16 كذا و 70 الا ما عنديش خطه عارف راسك راه في دوك 99% اللي ما غيوصلوش للاسف. الا كنتي مدوك 1% مرحبا الله يسر لك الامور انا هادشي اللي بغيتك داكشي اللي بغينا لك لكن طرح السؤال وريح مع راساتك. هذا الباساج في الاخر العام هو واحد الفرصه زوينه ان كل هما الناس غادي يدوزوا من 2019 ل 2020 دونك فرصه كبيره ان واحد انت توقف مع راساتك ودير البيلون ديالك دير واحد لو بيلون دير فين وصلتي دابا فين الحاله ديالك دابا فين وصلتي الحاله ديالك كيفاش كنتي مثلا في سبتمبر شنو هما الاهداف اللي كان عندك في سبتمبر وشنو هما الاهداف اللي عندك دابا كيفاش والحاله كيفاش تيبانوا لك دابا دوك الاهداف اللي كانوا عندك في سبتمبر اساسيه هذه النقطه الاولى كيفاش تيبان الاهداف اللي كانوا عندك في سبتمبر ودابا النقطه الثانيه كيفاش كيبانوا لك دابا دوك الاهداف ثالثا الحاله ديالك دابا واش فرحان بها واش انت كتحس براسك مرتاح واش انت كتهز التمرين كتقدر تجاوب عليه كما بغيتي واش منين كتشوف دوك لي شابيتر اللي قرينا حتى لدابا في الدوره الاولى كتحس براسك اليز كتحس براسك انه يعطوني فيهم شي امتحان وطني دابا نزل عليه نجيب فيه 19 على 20 20 على 20 نشوف خاصك تشوف دابا الحاله ديالك كي داير النيفو ديالك في الموتيفاسيون يعني في هاد 4 شهور الاخرى كيفاش كان النيفو ديالك واش ستابل ولا كان طالع ومن بعد نزل ومن بعد طلع ومن عاد ثاني صافي تكراش لتحت كي داير المستوى ديالك في لا كونسونطراسيون واش ملي كتخدم 3 السوايع ولا 4 السوايع واش كتلقى النتيجه ديال 3 السوايع 4 السوايع كامله واش الحاله ديالك في تنظيم الوقت عجبك واش كتحس براسك مزيان يعني كدير واحد البروغرام مثلا السيمانه الجايه كتلتزم به واخا يكونوا المعرقين واخا يكونوا الظروف كتلتزم به كيتبدل بعض المرات البروغرام شي شويه ولكن واش كتلتزم به مثلا ب 90% لما كتلتزمش بالبروغرام ديالك ب 90% كاين مشكل ومشكل كبير تما في الالتزام. دونك عنده الطرق ديالو اللي كنذكروا عليها في بلايص اخرين داكور. دونك قول لي في لي كومونتير لتحت في شنو هما شنو هي الخطه ديالك ل 2020 قول لي شنو هي الحاله ديالك دابا كيفاش كتحس براسك دابا ديرها لي في الكومونتير بغيت نشوفها ونقدر ندير مع اليوم فيديوهات اخرين في
ان شاء الله الجايين. الوغ الله يستر الامور. بغيت الى باقي ما مسجلش معنا في لا ما ابونيش في لاشين يوتيوب وهذا، دخل وتابونا فيها ودير داك العباده جرس، ما عرفتش شي يسميوه جرس تنبيهات، فعل داك الجرس باش وقت ما خرجت فيديو تلقاها. ولا بغيتي تمشي ابعد راك عرفتي كاينه لا فورماسيون باب الباك، اضرب عليها طليله شوف واش تقدر تعاونك، كيما عاونات اكثر من 1500 تلميذ تقريبا. الله يسر الامور، بون كوراج، بالتوفيق، وكنتمنى لك انك تحقق الاهداف ديالك في 2020 لانهم كيستحقوا، لانك انت كتستحق انك توصل لهم، لانك انت كتستحق لهم، تستحق انك توصل لهم. راه ماشي جا جا, جا 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 الله تبارك وتعالى غير هكاك هو يسجد لنا الملائكه كلهم لجدنا ادم عليه السلام، راه سجدوا على قبل حنا كنستحقوا نوصلوا لاي حاجه بغيناها في حياتنا. الله يستر الامور، بون كوراج. كان معك دكتور جمال المغاري من باكليبر.ما